قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من دلائل قدرة الله وفضله على الناس، يقول الله تبارك وتعالى مذكرا عباده بأن كل خير وفضل هو منه، فالطاعة له والإخلاص له. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. أوحى ربك إلى النحل. الوحي أيها الإخوة هو الإعلام الخفي السريع، فهناك وحي إلى الرسل عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام أو مباشرة بتكليم الله. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيكلمه الله من وراء حجاب، وهذا نوع من الوحي الذي هو أقوى أنواع الوحي مباشرة من الله تبارك وتعالى. وهناك وحي غريزي، أي يلهم الله مخلوقا من الناس بأشياء معينة، مثل أم موسى ليست نبية ولم يرسل لها الله جبريل عليه الصلاة والسلام، ولكن أوحى إليها، أي ألهمها أن تتصرف تصرفات لا يمكن لأم أن تتصرفها. عندما كان فرعون يقتل الأطفال، مثل فرعوننا الآن كيف يقتل الأطفال والنساء، عندما كان فرعون يقتل الأطفال، أم موسى ولد هارون في العام الذي لا يوجد فيه قتل فنجا، وولد موسى في العام الذي فيه قتل. والأمن والمخابرات، الدجالون عبيد فرعون سيخبرونه بأن فلانة ولدت ولدا، فيأتي الذباحون ويذبحون الطفل. فماذا فعلت؟ اتخذت صندوقا خشبيا ثم وضعت فيه ابنها، سمرت الصندوق ورمته في نهر النيل. لا يوجد أم ترمي ابنها تقول له خليه قتلوا أمامي بعرف قتل، ولكن يذهب إلى النهر ماذا يجري فيه ما تعلم. ولكن ألهمها الله ذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني ألهمها الله أن ابنها سيعود إليها، ولذلك اتخذت هذا العمل فوضعته في صندوق ورمته في النهر، وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي آثاره، شوفي انظري أين يذهب، قصيه، فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد وهم لا يشعرون، ورده الله إلى أمه كما ألهمها. فهذا الوحي اسمه وحي إلهام. أيضا في وحي غريزي، وهو قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه النحلة التي تشبه الذبابة، أكبر من الذبابة بقليل، وهي مجهزة بإبرة تدافع بها عن نفسها وتقتل أعداءها. وربنا تبارك وتعالى ألهمها أن تتخذ بيوتها في الجبال، في ثغرات الجبال، فراغات، ومن الشجر، الأماكن المغتصة بين الأشجار لأنها تحميها من المطر،
ومما يعرشون، مما يعرش ابن آدم يهيئه لها من الأشياء التي يعرشها من عرائش، من سموها كوارات العامة. فتأتي هذه الحيوانة وتعيش في هذه الأماكن، ثم كلي من كل الثمرات. ربنا سبحانه وتعالى أباح لها وألهمها أن تأكل من كل الثمرات، ليس من ثمرة واحدة، من هذه الزهرة، من هذه من أزهار الثمار ومن أزهار الأعشاب النافعة، فتأكل من كل هذه الثمرات. فاسلكي سبل ربك ذللا. ذكر العلماء الذين يراقبون النحل ويراقبون تربيتهم، قالوا إن النحلة تسير 40 كيلومتر لتذهب إلى مكان تجد فيه ضالتها من جني رحيق الأزهار التي تتناولها. 40 كيلومتر تسير طيران، واربعين كيلومتر ترجع. من الذي سهل لها ذلك؟ من الذي ذلل لها طريق الذهاب وطريق العودة؟ الطيران يا إخواني لما بيمشي 40 كيلومتر أو 500 كيلومتر في الجو وبعدين يهبط، الطيار عنده أجهزة تدل على الاتجاهات والشرق والغرب والشمال والجنوب وكذا، وصار في أجهزة لاسلكية تصل أيضا بالمطار الذي يصل إليه. هذه الحيوانة كيف تتصل وكيف تبحث عن ما هو نافع لها؟ الله تبارك وتعالى ذلل لها ذلك، كما ذلل لكم أيها الإنسان الحيوانات والمخلوقات لتسير في مصالحكم، أيضا ذلل لهذه النحلة طريقها. سبل، فاسلكي سبل ربك، طرق التي خلقها الله ذللا مذللة لتصلي إلى ما خلقه الله لك من الأزهار ومن الثمار يخرج من بطونها. هذا لك أيها الإنسان، يخرج من بطونها، من بطون النحل، شراب مختلف ألوانه على حسب المرعى التي أخذت منه هذه الحيوانة، فيكون العسل أصفر أو أحمر أو يعني أبيض أحيانا إلى البياض أكثر. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يتفكرون في عظمة الله وفي قدرته على الخلق والإيجاد. فهذه الحيوانة الصغيرة سخرها الله تبارك وتعالى وسخر لها الطرق تذهب وتعود حتى تجني لك أيها الإنسان العسل الذي هو مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، يعني نوع من أنواع الشفاء. ولو قال فيه الشفاء للناس لكان شفاء لكل داء، ولكن قال تعالى فيه شفاء للناس. وثبت علميا أن قرح المعدية يناسبها العسل، أن كثير من أمراض البطن والأمعاء يناسبها العسل ويشفيها العسل بإذن الله تعالى. وثبت في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انطلق بطن أخي، يعني صار معه إسهال شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. تبين في التجارب يا إخواني أن العسل يقتل كثير من الميكروبات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، يعني روب العسل بالماء واسقيه. فسقاه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا فازداد بطنه انطلاقا، قال اسقه عسلا. فسقاه المرة الثانية فقال يا رسول الله ازدادت بطنه انطلاقا، يعني تم معه إسهال، قال اسقه عسلا. فسقاه في المرة الثالثة فشفي. قال العلماء إن العسل ساعد على إخراج الأشياء الضارة وقتل الميكروبات الموجودة في البطن، من أجل ذلك يحصل الإسهال حتى تماسك بطنه وعاد إلى طبيعته. وثبت أيضا أن العسل فيه مواد يعني ترمم الإنسان، إذا كان فيه خلل في بعض أجزائه، في بعض أعضائه، بعض كذا، تساعد على الترميم، يعني كيف بيرمموا الآثار فترمم جسم الإنسان جل جلال الله. وأشار الله إلى هذا من قبل أن يكتشفه الناس، فكيف عرفه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معه دكتوراه في الطب والصيدلي؟ فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية، لدليل على أن الله قادر قاهر متفضل عليكم بنعمه التي ينبغي عليكم أن تطيعوه، لأنه يدلكم على مصالحكم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم، هل ينكر أحد أن الله خلقه؟ لا،
ثم يتوفاكم، يقبضكم بالموت. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، بعض الناس يموتون في الشباب، بعض الناس يموتون متأخرين سن 70 80 90، ولكن بعضهم أيضا عندما يكبر سنه يرد إلى أرذل العمر. في 50 أحيانا يرد إلى أرذل العمر، يعني إلى الخرف. بعضهم بال70، بعضهم بال90، بعضهم لا يرد، لأن ربنا قال ومنكم من التبعيض، يعني بعضكم يرد إلى أرذل العمر، وأنتم ترون هذا في حياتكم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قال العلماء الخرف أو التغير في الإنسان يبدأ بنسيان الأشياء الحالية، ولكن الأشياء القديمة لا ينساها، ولكن إذا استمر الحال معه فنسي القديم انقطع عن العالم. إذا نسي القديم انقطع عن العالم. ولذلك تجد شخص مثلا يرى ابنه بعد أن نسي المعلومات السابقة فيقول له من أنت؟ ماذا تريد؟ وهو ابنه. هذا لا يحصل مباشرة، لا، بالأول ينسى الأشياء الجديدة، ثم بعد فترة أو فترات إذا شاء الله أن يرد إلى أرذل العمر ينسى القديم فينقطع عن الدنيا ولا يعرف كيف يتصرف ولا يعرف فلان من فلان. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، العلم يشمل كل العلوم، علوم الأشخاص، علوم المأكولات، علوم المشروبات، لا يفهم كيف يأكل، لا يفهم كيف يشرب. إن الله عليم قدير، قادر قاهر يتصرف بكم، فعلام تتركون محبته والتقرب منه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.